وقد رفع معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بمناسبة حصول جلالته على جائزة الإنجاز مدى الحياة المقدمة من منظمة C3 الأمريكية لأصحاب الإنجازات البارزة والمؤثرة تقديرا للجهود الحثيثة والإنجازات المتواصلة لجلالته في جميع المجالات. هذا وبيّن رئيس مجلس النواب أن الإنجازات الكبيرة والإسهامات الواضحة لجلالة الملك المفدى في مجال احترام وإرساء مبادئ السلام والتعايش بين مختلف الأديان والأعراق والحفاظ على الأمن والاستقرار والتصدي للإرهاب والعنف في العالم ودعم جلالته لقضايا التنمية المستدامة وجهود تطوير علاقات الشراكة والتعاون مع مختلف دول العالم وتنمية وتطوير العلاقات الدبلوماسية والدولية وغيرها من الإنجازات والمحطات كانت كفيلة باستحقاق جلالته وبجدارة على هذه الجائزة الدولية التي جاءت لتبرهن على الرؤية السابقة والحنكة القيادية التي يتحلى بها جلالته على كافة الأصعدة. وأكد رئيس المجلس أن حصول جلالة الملك المفدى على جائزة الإنجاز مدى الحياة يعد تقديرا دوليا كبيرا للمملكة وقائدها وقيمة مضافة مستحقة تسجل ضمن رصيد إنجازات وإسهامات البحرين في التنمية والاستدامة والعطاء والدبلوماسية الدولية، كما تعد حافزا ودافعا لشعب البحرين نحو المزيد من العمل والإنجاز والعطاء والتنافسية على كافة الأصعدة في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ودعم صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر ورعاية صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.